السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله هنكمل درسنا تربية الدواجن. عندك الجزء الثاني من الدرس إن شاء الله هنبدأ فيه. طبعا هيتكلم عن أميرة وكيفية إصابة الإنسان بأنفلونزا الطيور. بتقول أميرة: لقد قرأت أن الطيور تصاب بالإنفلونزا مثل الإنسان. الأم طبعا هترد عليها وتقول لها: نعم يا أميرة، الإنفلونزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى نفوقها. معنى نفوقها موتها، معنى نفوقها موتها، معنى نفوقها موتها، مضاد نفوقها إحيائها. الأب هيقول لك الخطير في الموضوع أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء، عن طريق الإيه؟ الهواء. أميرة: وقد بدت عليها الدهشة. لم أفهم يا أبي. طبعا معنى تبدو تظهر، مضاد تبدو تختفي، معنى الدهشة العجب، تتعجب، مضاد الدهشة الألفة. الأم هترد تقول: إن الإنسان يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالإيه؟ بالمرض. يبقى الإنسان بيلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة بالمرض. معنى الاحتكاك الاختلاط، معنى الاحتكاك الاختلاط، مضاد الاحتكاك الابتعاد. الأم الأمير بقى يقول: وماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ الشخص اللي بيخالط الطيور ده عليه إن هو يعمل إيه؟ معنى يجب ينبغي ويحسن، معنى يجب ينبغي ويحسن. الأم هتقول: يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه. تاني حاجة: كما يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط. ثالث حاجة: يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتطهير حظائر الطيور فضلا عن التخلص من مخلفات الدواجن بحركها أولا بأول. معنى القفاز: ما يلبس في اليد من نسيج أو جلد. معنى نعلين: ما يلبس في القدم. معنى حظائر: بيوت الدجاج. معنى فضلا عن زيادة عن. معنى مخلفات: قاذورات. معنى مخلفات: قاذورات. طبعا هنكمل. أضاف الأب يعني زاد: كما يجب على كبار السن والأطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالأمراض. أمير هيقول: أتذكر يا أبي عند زيارتنا لجدي أنني شاهدت الطيور تتجول في شوارع القرية. ومعنى تتجول تسير، معنى تتجول تسير، تعمل إيه؟ تلتقط الحبوب من هنا وهناك وتسبح في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات. الأب: حقا يا أمير، إن هذا يؤدي إلى إصابة الطيور بالأمراض، فالماء الراكد موطن للميكروبات والجراثيم. ومعنى موطن مكان، معنى موطن مكان. طبعا مفرد الطيور الطائر، ونوع الجمع تكسير، جمع الموضوع الموضوعات، ومفرد الموضوعات الموضوع، نوع الجمع مؤنث سالم، جمع الإنسان الأناسي، نوع الجمع تكسير، جمع القفاز القفافيز، ونوع الجمع تكسير، جمع الماء المياه والأمواه، ونوع الجمع تكسير، مفرد حظائر حظيرة، نوع الجمع تكسير، مفرد مخلفات مخلف، ونوع الجمع مؤنث سالم، مفرد مرضى مريض، ونوع الجمع تكسير، جمع المستنقع المستنقعات، مفرد المستنقعات المستنقع، ونوع الجمع مؤنث سالم، جمع موطن مواطن، ونوع الجمع تكسير. لو جينا هنا نجاوب على الأسئلة، أول سؤال: ماذا قرأت أميرة؟ طبعا قرأت أن الطيور تصاب بالأنفلونزا مثل الإنسان. ماذا قالت الأم عن مرض إنفلونزا الطيور وبما علق الأب؟ طبعا الأم قالت إن الإنفلونزا مرض خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى إيه؟ نفوقها، أي إلى إيه؟ موتها. وبما علق الأب؟ الأب طبعا علق قال إن الخطير في الموضوع أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الإيه؟ الهواء. السؤال: ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يتعامل مع الطيور؟ طبعا قلنا إيه؟ أول حاجة: يرتدي قفازا في يديه ونعلين في رجليه. اتنين: يجب أن يغسل يديه بالماء والصابون بعد الاختلاط. نرتب أسئلتنا:
ثلاثة نرتب الإجابة. ثالث إجابة يستخدم بعض المطهرات مثل الكلور لتطهير حظائر الطيور فضلا عن التخلص من مخلفات الدواجن بحركها أول بأول. السؤال اللي بعده، ماذا أضاف الأب بالنسبة لمن يتعاملون مع الطيور؟ الأب أضاف إيه؟ طبعا قال يجب على كبار السن والأطفال والمرضى عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالأمراض. السؤال اللي بعده، ماذا رأى أمير عندما ذهب في زيارة لجده؟ رأى إيه؟ طبعا الطيور تتجول في شوارع القرية، تلتقط الحبوب من هنا وهناك، وتسبح في مياه البحيرات الصغيرة والمستنقعات. بقول لك السؤال اللي بعده، ما أضرار الماء الراكد؟ أضرار الماء الراكد إيه؟ طبعا موطن للميكروبات والجراثيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.